شو أغرب دواء أخذته مرة؟ في شيء من شيء 25 سنة كنت معصب كتير بشوي. الله يوجه لها الخير مدام ماري بدين، تعطيني حبتين أتيفون. أنا ما بعرف شو يعني أتيفون، ما كنت عارف. ما بعرف، مش آخذ دواء، طلع دواء أعصاب أو أعصاب بيروق الأعصاب وكذا. وما كنت آكل، عطتني بدل حبة قد ما شفتني معصب. ترى هي بتسفهم يمكن قبل معودة عليهم تلفهم بالساندويش، ما بعرف. مهم أخذت حبتين، أنا نزلت من الحازمية وصلت على رونكوان جديدة بلا مبالغة وما عم بكذب عن جد، عملوا أصابيعي هيك على تحول بقى. إيه عم بتحول. إيه طلع ضفير. لا بمزح. عملوا أصابيعي هيك، إجري جمدوا على دعسة البنزين ورخي تمي. قلت انا هيدي هي هلا عم بموت، يعني انه عم بودع. خلصت والله، يمكن عم نضحك هلا بس هيدا الشعور كان، حسيت انه يمكن هيدي هي هلا عم بموت. بدي اكمش التليفون من 25 سنه كان في نوكيا 3-2 كيلو، عرفته طبعا. يعني بدي شيل التليفون لتلفن لمرتي الا بس حدا يلحقني، تاري مش عارف انه راخي تمي ولساني كمان. كمشت التليفون عم بدق، عم تقول شو قالت لي هي تاني مع اصحابها؟ قالت لي قاعده مع اصحابي بلا زنختك هلا وسكرت. ايوه راح مشان على الرمبو. شرط خلص زتت التليفون، بدي افتح الباب، صرت مد اصبعي هيدا بدي افتح الباب ما قدر شد. مرقه مره حامل كيس، مرقه من حد الباب، عملت لها هيك قالت لي كل هوا. فكرتني عم بتزعل عليها، ما بعرف كيف فتحت الباب، نزلت ما بعرف كيف مشيت، في محل على الرون بوان فتت، بس كيف فايت؟ فايت هيك يعني ايه؟ يعني هيك 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 طلطحة. ايه قلت لهم على ايامها كنت بالريغولو انا وانطوانيت حقيقي وعم تنزل الدعاية على التلفزيون، قام قال لي صاحب المحل والله العظيم ايه خلص واضحة شو مشان دور جديد جاي يتمثلوا عنا هون. قعدوني لا انتبه انه مزبوط متضايق، جاب لي كبايه مي وسكر وطعموني دبكه 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 عندهم دبكه طعموني دبكه هيك لرقت شوي صغيره. قال لي ميشيل هيدي قصه اعصاب. ناديا افتح الجرور عندي في حبتين اتيفون. كنت بلشت احكي رجعت لا يا 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 فظيع منكم.